توجيه مستمر باعتقادي ان مدرب يعني المدرب يعني فقط هنا كرة ملعوبة خطرة وجول جول جول لفريق البحري. فريق البحري فاجئ الميناء بهذه الكرة المرتدة، كرة كانت ركنية لكن ارتدت، وينجح اللاعب مصطفى هادي. مصطفى هادي سجل ثاني أهدافه في الدوري، هو ما احتفل، هو أيضا كان واحد من لاعبي الميناء لكن عدم حصوله على فرصة. وشوف بالإعادة كرة ملعوبة عالية من حسين وبعيد، يعني أربعة لاعبين مقابل لاعب واحد، لكن شوف ضعف الرقابة داخل منطقة الجزاء، وبالتالي بأسلوب جميل ورائع يسجل مصطفى هادي أحمد الهدف الأول للبحري. الله، يعني بالفعل هدف جميل، هو هذا ما كنا نبحث عنه، أن يكون هدف في هذه الأبعاد. واستفسار من فريق النادي البحري. مرة أخرى هيرد سيامنت يلعب كرة حلوة إلى حسام مالك، حسام يقدر يحول كرة، حسام كرة ما زالت محاوسته، خطرة، جول جول جول! حسام إبراهيم ينجح بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54. فرحة ميناءية كبيرة في مدرجات ملعب الفيحاء. حسام إبراهيم، لكن كرة كانت جميلة، كانت لفريق الميناء هجمة منسقة، وفرحة كبيرة لهذا الجمهور. فرحة يعني استغرقت أكثر من تقريبا 55 دقيقة الشوط الأول. وهذا شوف هاي الإعادة، حسام مالك شوف واستلم حسام تماما كما استلم مصطفى على يمين الحارس مصطفى. أيضا هذا مدافعي البحري ممكن أن يسألون على هذا الهدف، ضعف الرقابة، استلم كرة ولعب كرة بيساره وسجل الهدف التعادل. هدف التعادل لفريق الميناء لحسام إبراهيم القادم من الكهرباء. سقط كبير، سقط كبير لهذا الجمهور العاشق لفريق الميناء بطل الدوري ب 77-78، ثاني دوري 2004-2005 مع عبد الكريم جومبي. تمدي النفس مع فرق الدوري ممتاز في هذا الموسم، محاولات جاهده طبعا من الاداره للبقاء في الدوري الممتاز. مصطفى هادي اخطر يا كره خطره، جول جول! غير معقول ما يحدث في هذا الديربي. علاء عذاب ينجح بترجمه كره رائعه من مصطفى هادي. الله، وقبلة للكاميرا. علاء عذاب ينجح بتسجيل هدف الثاني للبحري، و أمام أنظار الإدارة والجمهور القليل الحاضر في هذه المباراة لفريق البحري. شوف سكوت، سكوت مطبق في ملعب الفيحاء. وين الصوت هذا اللي كنا نشاهده قبل دقيقة؟ لكن شوف المناولة الحلوة، وشوف المناولة الأحلى من مصطفى. شوف كرة دي على طبق من ذهب، وعلى عذاب من فوق، شوف من فوق اللاعب حسين فلاح وينجح بتسجيل هدف، هدفين الكل كان يتوقع عن فريق الميناء يسجل. لكن شوف هذه الديربي وهذه حلاوته، هاي الديربي وهذه حلاوته، قتال اليوم فريق البحري بعد ان شاف الميناء الاكثر حيازة على الكرة، لكن هو الان متأخر بهدفين مقابل هدف واحد، او بهدف مقابل هدفين. كرة ملعوبة عالية من حمزة عدنان، خطرة، جول جول! شوكان 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 شوكان! الله يا شوكان على هذا الهدف. لكن هو هذا عاد يحسب للمدرب عيوان. كرة كانت جميلة، وعودة السخط مرة أخرى مع الوقت المتبقي من أحداث هذه المباراة. مباراة جميلة أعزائي المشاهدين، ديربي جميل. حمزة عدنان يلعب كرة على راس جبار شوكان وينجح بتسجيل هدف التعادل بالدقيقة 83. مرة أخرى الميناء يعدل النتيجة. شوف حمزة عدنان دافع يسار المنتخب الأوروبي، وشوكان يقفز فوق الجميع، وكان بالتأكيد خروج، يعني تردد هو مدحت عبد الحسين، وبالتالي يعني خسر مكانه وبسهولة محمد شوكان. لكن شوف الارتقاء
الجميل لشوكان ويضع الهدف الثاني في مباراة